التعامل ديالي كان مع أنس العراقي، كان كلمات وألحان أنس العراقي، توزيع بلال أفريكانو وإخراج مهدي حمدون. الأغنية كتهضر شوية على الرجال، على البنات، البنت اللي كتكون في علاقة مع الراجل وما كيكملش داكشي كيف ما بغات. دونك هذا كان هو الموضوع ديال الاغنيه. انا ما هاجمتش الراجل حيتاش ما هدرتش على الرجال اون جينيرال، هدرت على فئه ديال الرجال اللي بحال هكا، وكيف ما كاينه هذيك الفئه في الرجال كاينه حتى في البنات، ولكن ما هاجمتهمش لانه ما كنعممش، انا ما عممتش على الرجال كاملين. بصح هذا الموضوع سمعت به وشفته انه ولاو بزاف ديال الالقاب وما بقيتيش كتعرف فيه الصح من الغلط. ما بصراحه ما عرفتش شنو نقول في هذا الموضوع. الغلط ماشي من البنات اللي يمكن كياخذوا اللقب، الغلط من اللي كيعطي اللقب. في المسابقه في الاول كياخذوا في اول حاجه كياخذوا معايير جمال معينه كتكون عندهم، طول معين، في الاول كيمشيو سورتو على الجمال. من بعد كيشوفوا الثقافه، كيشوفوا التعامل، كاين بزاف ديال لي زيتاب كدوز منهم البنت قبل ما تاخذ هذا اللقب. شوفي الوحده الى عرفت دير الحد من الاول ما عمرها غادي توصل لهذا الموضوع. فانا ديما عندي الخدمه خدمه والصحبه صحبه والصحاب اللي قراب بوحديتهم، فكل حاجه كنفرقها كنخليها بوحديتها، فديما كندير الحدود. والا شفت راسي انه شي واحد غادي يقدر يوصل لشي حاجه اللي ما غنبغيهاش وما غتعجبنيش، حتى لو كان بيني وبينه خدمه، فغنحبس هذيك الخدمه نهائيا وما عنديش ما ندير بها. شاركت في المسابقه، ديما نبقاو نهضروا على المسابقه، وكنعرفوا انه ملكة الجمال وزو كيقوموا باعمال خيريه، واش باقا مستمره في هذا النهج؟ صراحة وقفت ديغنييغمون لأنه كان خاصني نركز على راسي، نركز على حياتي، نركز على خدمتي. ولكن موضوعي انا ما كانش خيري، انا كنت لو سوجي ديالي كان هو تقريب الثقافات ما بين المشرق والمغرب العربي، المواهب اللي كيكونوا الناس ما سامعينش عليهم، دعم المواهب، دعم الناس اللي ما معروفينش. هذا هو لو سوجي اللي كان عندي انا، ولكن حاليا لا، حبست، بغيت نركز شويه على راسي.